نجح قطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة في إحداث نقلة نوعية في مسابقات وأنشطة دور الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية من خلال مشاركة كبيرة في المسابقات. هذه تعتبر أحد الأنشطة المقامة في بطولات الصالات للألعاب الجماعية، ولمزيد من الازدهار والارتقاء بالمستوى الفني قد حرصت الهيئة العامة للرياضة بزيادة عدد الوزارات اللي شاركت ما يقارب 13 وزارة ومؤسسة، وأيضا مشاركة 10 وزارات الوصول إلى النهائيات بفريقين. وقد قدمت الهيئة العامة للرياضة الجوائز القيمة لهذه البطولات، واليوم اللي لاحظناه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الجمهور الغفير في هذه البطولة، وهذا ما يحمل علينا مزيد من الأمانة ومزيد من المسؤولية للارتقاء بالمستوى الفني لتوفير مثل هذه الأنشطة على بشكل عام إن شاء الله للسنوات القادمة. تقديمكم بشكل عام للأنشطة دور الوزارات والمؤسسات في كل العام بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا يعني كل سنة لما نبعث للوزارات المشاركة دائما يصير عندنا عدد زايد، وأضفنا لعبات الآن جدا كثيرة، والمشاركة حتى في البطولات الفردية في بطولة البادل وأيضا التنس الأرضي والألعاب الفردية. فريق وزارة الدفاع تمكن من انتزاع لقب دوري كرة القدم للصالات بفوزه على فريق الحرس الوطني في المباراة النهائية بعد الاحتكام للركلات الترجيحية وانتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي. أشكر المنظمين الهيئة العامة للرياضة على التنظيم الجيد والممتاز، وهارد لك الفريق الحرس الوطني ومبروك للدفاع، وبالنهاية كلنا فايزين على التجمع والروح الرياضية العالية بين الفريقين، واحمد الله أن هذه أول بطولة نحققها بالموسم هذا، وإن شاء الله تكون بداية خير لنا لوزارة الدفاع. الدعم ممثل من معالي وزير الدفاع إلى رئيس الأركان ونائب رئيس الأركان ومدير الاتحاد، الدعم المستمر لنا ودعم الرياضة العسكرية المادية والمعنوية لنا، والله يعطيهم العافية القيادة العليا اللي عندنا. الحمد لله الربع ما قصروا، مو بس بالنهائي، من بداية البطولة الفريق من المجموعات إلى الدور الإقصائي ما خسرنا ولا مباراة الحمد لله، وبكل المباراة قدمنا مستوى يعني رهيب، وأثبتنا بالنهائي اليوم. الحرس لعبنا وياهم بالمجموعات وكانت المباراة اللي بيننا وبينهم مباراة صدارة، فزنا عليهم واليوم تواجهنا بالنهائي وهم فزنا والحمد لله خذينا المركز الأول. هذا مجهودي، مجهود مدربي ومجهود ربيع، اللهم لك الحمد، وما راح الدوري بعيد الحمد لله. سيد بلنتيات ها؟ اي الحمد لله. طيب شلون شفت المباراة النهائية 0-0؟ والله صعبة من الطرفين، بس الحمد لله تقدير رب العالمين هذا توفقنا الحمد لله. تحقيق فريق وزارة الدفاع لقب دوري الصالات جاء بكل جدارة واستحقاق بفوزه في جميع مبارياته في دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، لينتزع أول لقب له في مسابقات الموسم الرياضي الجديد. أحمد دانيزي لقناة ATV العدالة. إلى هنا وصلنا لختام نشرتنا لهذه الليلة، كما يمكنكم متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكنكم مشاركتنا بآرائكم وقضاياكم عبر إرسال مقاطع فيديو قصيرة على رقم واتساب فقرة تفاعلات. في أمان الله.